متابعة لغضب الحقيقة عدول الإشهاد اللي شفناه طلعوا البار على ما يبدو ووجهوا نداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل واتهامات مباشرة إلى رئيس المجلس رئيس مجلس نواب الشعب. شنو الحكاية؟ شنو أهم المطالب؟ معنا سعاد العيار هي منسقة الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد. لسعاد صباح النور، مرحبا بك. أهلا وسهلا، صباح النور. شكرا على التواصل. قبل ما نمشي إلى المطالب ساعة باش نحطوا المهنة في إطارها، شكون عاد الإشهاد بالضبط؟ ثم أنا هو بالضبط الهيكل المنظم للمهنة؟ تفضل. العدل الشهيد هو المأمور العمومي مكلف من قبل الدولة بتحرير العقود. أعطته الدولة مرفق عمومي يتمثل في تحرير العقود وبالتحديد تحرير الحجة الرسمية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. يعني عدل الإشهاد في وسط الدولة حاليا المفروض هو المحرر الوحيد للعقود على غرار سائر دول العالم، لكن في تونس هو جزء وقناة من قنوات التحرير في تونس. باعتبار وأنه معناها عنا برشا شركاء معنا في تحرير جزء من المنظومة القضائية ككل. نعم، جزء من المنظومة القضائية في تونس، جزء من المنظومة القضائية. نحن مشاهدي قضاء، نحن متخرجين من كلية الحقوق والمعهد الأعلى للقضاء. مهمتنا الوحيدة وتخصصنا الوحيد هو تحرير العقود، تحرير بالذات تحرير الحجة الرسمية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. طيب سؤالك الاخر شنو اليوم حابين اليوم شكون الهيكل اللي ينظم المهنه اليوم؟ الهيكل احنا عندنا الجمعيه الوطنيه لغرف عدول الاشهاد هو الهيكل الرسمي المنظم في عدد الاشهاد. عندنا غرف جهويه معناها في كل على كامل تراب الجمهوريه، عندنا الهيكل الوطني اللي هو الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، وعنا على مستوى الجهوي غرف. واضح. اللي السؤال اللي هو معناه اللي حبيت نشير له مثلا نلقاه كيف ما نقول مثلا عمادة المحامين ولا غيره، هل اليوم معناه من للمواطن اللي مثلا باش يتظلم بار اكزومبل لتنظيم المهنة، واللي شكون ينجم يتظلم؟ يتظلم عنا عمادة عدول الإشهاد اللي هي توا حاليا اسمها الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد. اكزاكتومون هذا هو احنا هذا معناتها لب الموضوع. احنا القانون نتاعنا اللي قاعدين نطالبوا به واللي هو يوفر الحماية القانونية وينظم المسائل هذه والمشاكل هذه بما فيها تنظيم علاقة المواطن بعد الإشهاد وقت يصير له مشكلة مواطن وعنده تظلم. عنده الهيئة الوطنية لغرف عدول الإشهاد العمادة تتسمى اللي يمشي لها يتوجه لها باش يشكي لها، مش يمشي يشكي للنيابة العمومية. خاطر حاليا اللي قاعد يصير المواطن وقت عنده مشكلة مع عدل الإشهاد يمشي للنيابة العمومية كأنه يتعامل مع مواطن، معناها كأنه باش يشكي بمواطن كيف وكيف تعركوا في شارع ولا في مشكلة خاصة، في حين هو المواطن علاقته بعد الإشهاد هي علاقة مهنية، علاقة مرتبطة بعمله بممارسته لمهامه اللي هي تحرير العقود. إذا فالمطلب الأساسي هو أنه إذا فالمطلب الأساسي هو اون برومي ليو تنظيم المهنة على مستوى القانون وتنظيم المهنة من خلال خلق هيكل اللي هو ينجم يوحد المهنة واللي هو ينجم يمارس معناها الأخلاقيات والمتابعة القانونية وغيره. احنا لا 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 احنا عندنا هيكل، عندنا الهيكل نتاعنا، احنا عندنا الهيكل نتاعنا، لكن احنا حشتنا بقانون خاطر قاعدين نخدموا القطاع نتاعنا قاعد يسير فيه قانون قديم، قانون من عام 1994، قانون عمره 30 سنة، وهذا من غير المنطقي ومن غير المعقول في وقت اللي دول العالم وتونس متوجه نحو الرقمنة تقعد تخدم. يعني احنا ماشيين باش نحيو الورق، توا توجه العالم وتوجه الدولة التونسية ماشيين متوجهين نحو معناها تضحيك الورق. في حين احنا كعدول الإشهاد اهم قطاع اللي هو محرر الحجة الرسمية مازلنا نخدمه تقريبا بخمسة دفاتر، يعني مش ورقة واحدة، يعني ستيلو ودفاتر. احنا اهم شيء في اللي نطالبوا فيه واللي يهمنا في قانوننا هذا
بالاساس بالاساس هو تغيير آلية العمل نتاعنا، تغيير آلية العمل كيفنا كيف سير دول العالم كيما ليبيا بجنبنا كيما المغرب. ديجا احنا توا معناتها حتى المستثمر هرب لدول المغرب، الناس كل عارفه هذا اللي كان المستثمر الاجنبي معناها هرب توا من تونس ومشى للمغرب، خاطر المغرب توفر له معناها الامن المالي والامن التعاقدي واللي تعطي قيمه لعدل الاشهاد للمأمور العمومي، عملياتها الماليه وعملياتها التعاقديه الكل تصير في قناه عن طريق قناه وحيده وهي قناه عدل الاشهاد اللي هو محرر الحجه الرسميه اللي تحقق له الامن المالي وتحقق له الامن التعاقدي. والمستثمر بيان سور معناها احنا ثلثي دول العالم يعني يحرروا العقود نتاعهم والمعاملات الماليه نتاعهم عن طريق الحجه الرسميه. طيب دونك المستثمر اللي هو يخدم في بلاده معناه يحرر الاتفاقات نتاعو ويحرر عقوده عن طريق الحجه الرسميه اللي لا يمكن الطعن فيها باي وسيله من الوسائل، ما يساعدوش يجي يستثمر في دوله ما فيهاش امن مالي ما فيهاش امن تعاقدي هشه يعني امنيا هشه، ما ينجمش يجي يستثمر فيها بالمليارات. وهذيك علاش المستثمرين هربوا مشاو للمغرب مشاو لليبيا. اي فما عديد العوامل الاخرى زاده استاذه، عديد العوامل الاخرى، فماش كان مساله عدل الاشهاد كاو، فما مناخ سياسي وفما ايضا اللي هو انا قلت لك من بين. طيب من انا حبيت نجي معاك الى نقطه اخرى، هذه حاجه مهمه برشا يعني ماهيش حاجه صغيره فهمتني، مش حاجه اللي نتجاوزوها. هو الاتحاد الاوروبي وقت يتم في تونس في القائمه السوداء شرط على تونس انها تصلح المنظومه القضائيه نتاعها، ومن بين واحنا ننتمي للمنظومه القضائيه. وقت يتم في تونس في القائمه السوداء كجنه للتهرب الضريبي وتمويل الاموال وغسيل الاموال تنفت علاش حسب رايي؟ خاطر المعاملات الماليه نتاعها ماهيش شفافه، المعاملات الماليه نتاعها ماهيش منظمه، فما برشا قنوات تحرير، قنوات برشا معناها ما تنجمش الدوله تحصر المعاملات الماليه نتاعها كما في سير الدول الاخرى، سير الدول الاخرى محصوره العمليات واضحه. بس خلينا انت النوتير في فرنسا هذه نقطة يعني وضحت استاذه، خلينا نحب نقدم معاك النقطة أخرى. اليوم شفتك في عديد المحطات وانه وجهت لوم كبير إلى رئيس مجلس نواب الشعب وفي جزء من تحميل المسؤولية، وطلبت حتى برئيس الجمهورية أن يتدخل. أيوه حابين نفهم أكثر علاش؟ احنا توا احنا بالحق معناها لازمنا اعلى هرم في الدوله هذه يتوجه للملف نتاعنا ومشكلتنا، خاطر الملف نتاعنا راهو ملف خطير. احنا توا حاجه غير عاديه انه قطاع كيما قطاع عاديه الاشهاد عندنا اكثر من 12 سنه واحنا نحاربوا من اجل الوصول الى قانون، الى من اجل الحصول على قانون يرتقي الى حد ادنى من المعايير الدوليه. هذه طلباتنا الوحيده، لينا طالبين فلوس، لينا طالبين يعني ما عندناش طلبات تثقل كاهل الدوله، بالعكس طلباتنا كلها لفئه الدوله، لفئه الاقتصاد الدوله، لفئه الدوله. علاش اتهمت رئيس مجلس نواب الشعب؟ لكن احنا نلقاو رواحنا معناتها قاعدين ماناش فاهمين في شكون نواجهه، ماناش فاهمين شكون اللي قاعد يحارب فينا وشكون اللي خايف من القانون نتاعنا. شكون اللي نجم يكون خايف مثلا؟ شكون اللي نجم يخوف رئيس مجلس نواب الشعب اللي هو بصفته محامي؟ بالنسبه لرئيس مجلس النواب الشعب انا قلتها اكثر من مره وباش نزيدوا نوضحوها في الندوه الصحفيه نتاعنا، عندنا لي بروف نتاعنا، عندنا مراسلاتنا، عندنا معناتها كل شيء باغ بروف مشككه نتكلموا. رئيس مجلس النواب الشعب لبس كاسكيت المحامي في المجلس يعني ماهوش قاعد يتعامل بحياد، لبس كاسكيت المحامي خايف من قانوننا كيما كان خايف منه قبل وقت اللي كان عميد محامين، كان خايف منه لمجرد الخوف وقت اللي هما توا انت كمحامي عندك اختصاصات حصريه انك وكيل خصام ومع ذلك شريك معانا في تحليل العقود، واحنا ما تكلمناش وما عرضناش المفروض احنا نتكلم، انت توا جاي معناها واقف سد منيع قدامنا احنا اللي احنا نطالبوا باختصاصات حصريه، بعض الاختصاصات الحصريه. احنا المفروض اختصاص الحصري نتاعنا هو تحرير العقود، احنا ما قلناش احنا وحدنا نحرروا العقود، ما يسالش اقعدوا محامين حرروا معانا الى ان
ربي يفرج يفيق الدولة بهالمسألة هذية وتمشي في نفس المسار اللي مشي فيه دول العالم. لكن انت جاي توا تعطل فينا، معناها رافض حتى ان ننظموا قانوننا، حتى ان ناخذوا قانون ينظمنا، وقت اللي انت قدمتوا مطالب، قدمتوا بوادر، ثم بوادر القانون، وكل مره تطالبوا بتنقيح القوانين نتاعكم. قدمتوا مبادرات استاذه، قدمتوش مبادرات الى مجلس نواب الشعب؟ نعم قدمتوا مبادرات الى مجلس نواب الشعب. مش قدمنا مبادرات، احنا قدمنا مبادره تشريعيه باش يتعدى القانون نتاعنا بموجب مبادره، عن طريق مبادره تشريعيه امضوا فيها 109 نايب، اللي المفروض المبادره التشريعيه وقت يصحوا فيها 10 نواب تتعدى تتعرض على الجلسه العامه وبعد على لجنه التشريع. علاش ما عدهوش؟ علاش ما عدهوش؟ احنا مبادره تشريعيه قانوننا امضوا فيه 109 نايب. علاش ما تعديش؟ نواب الشعب خاطر عرفوا اهميه القانون نتاعنا، وقعدنا معاهم وجلسنا معاهم وحكينا معاهم وفهمناهم وقريناه مع بعضنا، وعرفوا اهميه قانوننا على مستوى الاقتصادي وعلى فئه المواطن وللدوله وعلى جميع المستويات، ورحبوا به وامضاوه وقبلوا المبادره. توصل لرئيس مجلس النواب تقف غاديكا من طاعته رقم في جدول اعمال المجلس، وتجاوز الاجال القانونيه للنظام الداخلي تاع مجلس النواب اللي هي تحكم عليهم في اجل اقصر 18 يوم، يتعرض القانون المبادرات تتعرض على لجنه التشريع العام، وقت اللي هو قال لهم ليه فوق علينا منه القانون هذايا عمل لنا مشاكل مع المحامين، وزيد اثر على بعض النواب اللي امضوا على المبادره هذه وخامهمش فاهمين معناها باعتباره هو كان عميد محامين ورئيس مجلس النواب ولا وصي على النواب، معناها اثر على البعض منهم سحبوا امضائيتهم المبادره هذه. يقول لك هذا قانون باش يعمل لنا مشاكل مع المحامين، وقت اللي هو ما عندوش علاقه بالمحامين. يا اخي احنا دخلنا في المحامين يا اخي، محامي وكيل انصاف. حاولتوش من خلال الحوار التواصل مع عماد المحامين لايجاد الحلول اللي بيناتكم؟ نعم حاولتوش الاتصال بعمادة المحامين اللي موجودة حاليا؟ اتصلنا به هو، احنا تو مشكلتنا في مجلس النواب، هو رئيس مجلس النواب اتصلنا به قلنا له نجلسوا نحكيوا مع بعضنا، هات نسمعنا ونسمعوا بعضنا، وان بليس انت القانون راهو باش يمشي للجان، باش يمشي لجنة التشريع العام ومزيد قدامه طريق طويل، خليه يمشي للجنة التشريع العام وباش يناقشوه فصلا فصلا، وباش يجيو معناه ممثلين عن عدول الاشهاد وباش يقعدوا مع النواب ومع اللجنه وباش يتم مناقشته فصلا فصلا، وباش واذا كان لقينا فيه وثبت انه فيه حاجه ممكن تمس من المحامين هي توا هكا موجود خليه للدرس. علاش انت بلا سيفه انت توقفوا من الباب ما تخليهش يتعدى اساسا. هنا ما عادش محايد انت، هنا ما عادش رئيس مجلس النواب، هنا نحيت كاسكيت مجلس رئيس مجلس النواب ولبست كاسكيت معناتها عميد محامي. واضح يا استاذه، وصي على الشعب، وصي بطريقه غالطه، خاطر غلط اللي عملوا، خاطر قانوننا بالعكس هو اللي يفيد الدوله، وانت كرئيس مجلس النواب انت يعني اهم شيء عندك المصلحه العامه مش المصلحة الخاصة. واضح يا أستاذة، وصلت الفكرة. المراحل القادمة كيف ستكون؟ احنا في الندوة الصحفية ان شاء الله. وقتاش ان شاء الله الندوة الصحفية؟ الندوة الصحفية اللي هي ان شاء الله غدويكا في مقر نقابة الصحفيين، واضح نعلنوا فيها ان شاء الله على كل شيء ان شاء الله. تحركات شكون فما هنالك تحركات؟ فما تصعيد بيان سور، فما تصعيد بيان سور، ما عادش ساكتين احنا توا، مستحيل مازلنا نجموا نخدموا بقانون عمره 30 سنة في الوضع الحالي الراهن للعالم والتونس. كيف احنا قاعدين ناخذوا في دورات تكوينية على الرقمنة؟ واضح. احنا قاعدين نعملوا في دورة تكوينية على الرقمنة وماشيين في اتجاه الانباء الالكتروني وماشيين في اتجاه تنحيط الورق، واحنا قانوننا ما نجموش، ما مستحيل معناه لازمنا قانوننا من ساكتين لما ناخذوا قانون يرتقي للحد الادنى من المعايير الدولية واللي هو ما يمس من حتى قطاع، واللي هو بالعكس كله لفئة الدولة والمجتمع والشعب التونسي وعدول الاشهاد، وعدول الاشهاد اللي جايين توا اللي باش يدخلوا يعديوا مناظره توا واللي هم عددهم 200، لازمنا نحضروا لهم الارضيه اللي باش يخدموا فيها، مش نجيبوهم ندخلوهم باش يخدموا في ارضيه هشه وما فماش ما عندهمش حتى اختصاصات.
واضحين مدام، شنو باش يخدموا. وصلت الفكره، نتابعوا معاكم غدوه ان شاء الله الندوه الصحفيه. شكرا. وكل شكرا. مهنه حق الدافع على روحها، وفي حد ذاتها هنالك عديد المؤسسات اللي لازم تتعامل، مش فقط انه كل مره نحطوا كاسكات. ايه علاش لا، ماذا بينا اذا عنده ما يفسر رئيس مجلس نواب الشعب على الكلام هذا يخرج ويتكلم، ومرحبا به معناه اذا يحب يدخل معنا زاد مرحبا به. نسمعوا الاخبار توت سويت وبعد شويه راجعين معاكم ومواصلين حتى للعشره متاع الصباح في كابوتشينو.